إذا تعيش تونس أزمة سياسية وأزمة حكم، وفق ما قال الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل في تونس سامي الطاهري لأخبار الآن، فهذا الاتحاد النقابي المركزي في البلاد يلعب دورا سياسيا على مدى عقود كثيرة إلى جانب هام الشغل، لكن في ظل الانغماس في الدور السياسي كانت أوضاع الشعب التونسي تزداد سوءا، وهنا تكمن المآخذ. الطاهري قال إنه لا يمكن لأحد أن يحدد دور الاتحاد ولا أن يحده، ولا سيما في هذه المرحلة السياسية بالذات. أولا أعتقد أن هذا النوع من المآخذ يقوله من لا يعرف تاريخ الاتحاد الذي ولد في رحم الحياة السياسية، سواء في مرحلة الكفاح من أجل التحرير ضد الاستعمار، أو في مرحلة البناء الدولة الحديثة، ثم في مرحلة النضال من أجل الديمقراطية. وكل تاريخ الاتحاد توا 75 سنة لم يخلو نشاطه من السياسة مباشرة، مارسها إما بدخوله للسلطة أو بدخول بقيادته للكفاح التحريري أو بريادته في النضال الديمقراطي. وأيضا في المرحلة الأخيرة لعب دورا سياسيا في الثورة وفي الانتقال الديمقراطي، وأيضا في الأزمات التي مرت بها البلاد سنة 2013. والآن نفس الدور، هو دور ليس حزبي وإنما هو دور سياسي، ونعلم أنه لا يمكن الفصل بين السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وقلنا أنه ثم علاقة جدلية بين هذه العناصر، والاتحاد دائما يعطي أولوية حسب المسار أو الظرف الذي تمر به البلاد. فإذا كان الظرف الآن هو ظرف أزمة سياسية بامتياز، فلا يمكن أن نتحدث عن قضايا الشغل وقضايا العيش اليومي للمواطن من دون ربطه بالسياسي، من دون حل الأزمة السياسية، لأننا نتحدث عن أزمة حكم، عن أزمة سلطة غير قادرة على وضع البرامج، على غير قادرة على حل المعضلات الاجتماعية والاقتصادية، وبالتالي لإيقاف هذه الأزمة السياسية لابد من أن يلعب الاتحاد دوره السياسي. وشاء البعض أو لم يشاء، أرادوا أم لم يريدوا، فلا يمكن أن يسطروا المربع الذي يتحرك فيه الاتحاد، وهو المربع الذي تقتضيه المهمات المرحلية. والمهمة المرحلية كما قلت اليوم هي تجاوز الأزمة السياسية، وقف التجاذبات السياسية، إعادة تنشيط أجهزة الدولة، وتمكين الإدارة، وتمكين دواليب الدولة من أن تعود للاشتغال بدون أن تتعطل بسبب تضارب المصالح بين السلطات، سواء رئاسة الدولة أو رئاسة الحكومة أو السلطة التشريعية من هنا. فهذا بطبيعة الحال إذا تم فض هذه القضايا السياسية الحارقة التي تفرض نفسها الآن، فإنه سيكون من السهل جدا التطرق للقضايا الاقتصادية والاجتماعية، وإذا وقتها سنتحدث عن الشغل ونتحدث عن تحسين ظروف العمل وتحسين تشريعات العمل. أسباب تردي الأوضاع الاقتصادية للشباب التونسي كثيرة، وطبعا تونس كغيرها من الدول التي تأثرت بفعل الأزمات في المنطقة والغزو من قبل البضائع الأخرى، لكن للصين تأثير أكبر على هذا السوق إن كان داخليا أو خارجيا، نظرا لتدني كلفة إنتاج البضائع الصينية. واليوم يزداد الخوف مع الانشغال بالأزمة السياسية الحادة في البلاد من أن تسرح الصين وتمرح من دون حاسب ورقيب. مع تأزم هذا ومع الوضع الإقليمي في البلدان العربية بصفة عامة، أثر ذلك على اقتصادنا وأدى إلى أنه العديد من الصناعات تأثرت مباشرة، ولسنا الوحيدين في ذلك، تقريبا أغلب بلدان العالم تأثرت. مثلا في صناعة النسيج كنا من الدول الأولى مصدرة للنسيج، الآن تأخرنا، أغلقت العديد من المصانع، تم تسريح آلاف العمال الذين فقدوا مواطن رزقهم، وهاجمتنا بضائع ليست صينية فقط، بضائع تركية، البضائع الأجنبية بصفة عامة، باعتبار أنها وجدت سوقا المنافسة فيها
من ناحية أنها غير شريفة باعتبار أنه ثم عملية تهريب تتم دائما لهذه البضائع، عملية أيضا عدم تكافؤ في الفرص في الطاقة والقدرة التنافسية للبلدان التي تصدر إلى تونس وهي يعني لا تتحمل كلفة إنتاج كثيرة في الصين بيد عاملة ضعيفة الأجر، في بلدان أخرى التي تلقى الدعم من دولها كما فرنسا كما تركيا كما غيرها، في حين أن صناعتنا لا تلقى الدعم الكافي لذلك. فبطبيعة الحال بلادنا فتحت كسوق مثلها مثل بلدان كثيرة، بلدان العالم الكثيرة التي اكتسحتها البضائع الأجنبية وأثرت، وطبعا زادت جائحة كوفيد الدولية التي ضيقت من عملية التبادل ومن حرية التنقل وحرية تنقل الأموال وحرية تنقل البضائع وغير ذلك، فكانت النتائج سلبية في هذا. ونشهد اليوم أنه اقتصادنا بلغ فيه الاقتصاد غير المنظم، الاقتصاد العشوائي، الاقتصاد القائم على الاحتكار والتهريب، تقريبا يساوي أكثر من 54% من الاقتصاد البلاد. يعني نحن الآن نحتكم على 45 تقريبا أو أكثر بقليل من الاقتصاد المنظم المهيكل الخاضع للواجبات الجبائية والضريبية والذي تنتفع منه الدولة وينتفع منه التونسي والمواطن التونسي، مقابل أكثر من النصف اليوم غير منظم خارج عن إطار القانون، وبطبيعة الحال تطغى فيه البضائع المهربة والبضائع غير المحمية والبضائع التي تكون فيها حتى مخاطر كبيرة على صحة التونسي وعلى أمنه وحياته وعلى غذائه.